خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلمة وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء أما بعد فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين رفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها فنبدأ بنسبه فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تيرة ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عيبق ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يسلمون وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخفض بالخلم ابن يردى ابن مهليل ابن قينا ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه وما بعده مختلف فيه روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بينكم وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي مات أبوه وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو ابن 6 سنين ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما
يقتل جد عبد المطلب وبعده عمه أبو ظالم. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله عنها. فلما بلغ 40 سنة بعثه الله رسولا للعالمين بشيرا ونذيرا. فأقام بمكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنين حتى توفي وهو ابن 63 سنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العينين صبغ الشعر كث اللحية ذا وفرة دقيق المسربة كأن عنقه إبريق فضة من لبته إلى سرته شعر يجري كالخضيب ليس في بطني ولا صدري شعر غيره شثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط من صبب إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ وعرقه أضيب من ريح المسك الأذفر ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم لم أر قبله ولا بعده مثله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وكان أشد حياء من العدراء في خذرها ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكل وإن كره ترك. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. فكان أشد الناس تواضعا يجيبك من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف. وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ولا فعلت كذا وكذا.